ندعو كل ساكنة مدينة يارت التصويت. يا ناس الجزائر، عبد المجيد تبون استطاع أن يقلص هذا التدهور. كتعدى 46 ألف مؤسسة تستورد وفيها حتى مؤسسات وهمية، اليوم راه عندنا 13 ألف الضبط فقط لم يوقف الاستيراد. الكل يعلم بأن مواد البناء في الجزائر أصبحت تنافس نوعا وكما وكيفا وسعرا. اليوم المصنعين الجزائريين والمنتجين راهم الآن عندهم معارض في إفريقيا، في موريتانيا، في السنغال. الجزائر اليوم فتحت بنوك مالية في إفريقيا وفي أوروبا، أي حقيقة فتح خطوط النقل. كانت عندنا بحبوحة مالية وما درناش هكذا. عبد المجيد تبون ما كانش يخدم غير على الاقتصاد برك، كان يسير بجبهة اجتماعية قوية. على ما أظن نسبة مراجعة الأجور كالتزام 47% راهي حقيقة. أنا نقول الإنجازات تاع السيد رئيس الجمهورية القليل من يقدر يتكلم عليها، لأنه ربما ما يبانوش للعيان. المواطن الجزائري أنا ما نلومش عليه، كي يخرج ما يلقى مادة خاصة ولا الغلاء طلع ولا كذا، من حقه باش يحتج ومن حقه باش يقول علاه. لكن اللي يعرف الأمور كما هي يتريث ويقرأ قراءة يعني جد صحيحة للوضعية. القرار الأول اللي هو يعني قرار ثوري مش شعبوي، القرار الثوري اللي خذاه السيد رئيس الجمهورية هو توقيف النزيف اللي كان في الخزينة العمومية من العملة الصعبة لاستيراد الكماليات، واخذ قرار بأنه الاستيراد لن يكون إلا بالوسائل التي تدعم التنمية والاقتصاد في الجزائر. والشي اللي قادر نديره احنا ما نجيبوش. السادة النواب وممثلي البرلمان نتكلموا على بلديات دوائر، والمنتخب المترشح الحر تاعنا عبد المجيد تبون يقول في العهدة القادمة سيكون أيضا تقسيم إداري جديد. من أجل ماذا؟ من أجل أولا تقريب المسؤول من المواطن، ومن أجل أيضا بعث التنمية المحلية والوطنية. احنا مناضلين، واحنا كي رحنا الرجل هذا بقناعة قلنا درنا خطوات، قلنا الجزائر تحتاج رجل توافق. 6 شهور وانا نتكلم مش في الحملة الانتخابية.